جزاكم الله خيرا. تقول لي عمة لا تصلي ولكنها تصوم وهي لا تعرف النطق الصحيح، وهي ليست خرساء لكن لو قلت لها قولي الحمد لله لا تعرف نطقها، وكم حاولت تعليمها لكن لا تعرف، وهي ذات شعور. وسمعت منكم في برنامج نور على الدرب أن الإنسان إذا عجز عن الفهم يحمد الله ويستغفره قدر الصلاة، لكن هي عليها صعب ذلك الاستغفار وذلك الذكر، فكيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أن تصلي بحسب حالها، فإن كانت تقدر على قراءة الفاتحة وجب عليها ذلك، وإذا كانت لا تعرفها يجب أن تتعلمها، يجب عليكم أن تعلموها سورة الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. إن كانت لا تستطيع أخذ شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنها تحمد الله وتهلله وتكبره محل القراءة في حالة القيام، ثم تركع وتكمل صلاتها. وإن كانت لا تستطيع لا هذا ولا هذا، لا القرآن ولا الذكر التسبيح والتهليل والتكبير، فإنها تصلي على حسب حالها، ولو لم تتكلم بشيء من قرآن أو ذكر تصلي على حسب حالها، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة وهي تقدر عليها بحسب استطاعتها، ولا يجوز لكم أنتم أن تتركوها، بل عليكم أن تعلموها وأن تخبروها أنها تجب عليها الصلاة بحسب استطاعتها، ولو بدون قراءة ولو بدون ذكر إذا كانت لا تستطيع ذلك. نعم.